قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ربنا سبحانه وتعالى دائما في قرآنه ما ينبه الناس ويسوق لهم من الآيات ما تفيقهم من غفلتهم، فيقول تارة: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الدنيا تلهي الإنسان وتغر الإنسان. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: يا دنيا غري غيري. الإنسان يلتهي، ولذلك تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان لما يجيء للمسجد يسمع بآيات الله ويتذكر ويتعظ، فلما يجي ويسمع تذكر ويسمع القرآن أو حتى يقرأ القرآن ويقرأ الآيات التي تفيق الإنسان من الغفلة، الإنسان يغفل بطبيعة الحال، ينغمس مع الأولاد ومع الزوجة ومع الشغالات وما شابه ذلك. عندما يأتي إلى المسجد ويسمع ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بالآخرة، ثم يسوق لنا الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته من الجوع صلى الله عليه وسلم، كان يلتمس شيئا يأكله، فوجد أبو بكر وعمر خرج في ساعة من النهار، ما في حد يخرج في هذه الساعة، طبعا الجو حار في الجزيرة العربية. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال: أخرجني الذي أخرجكم. تخيل الجوع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خير من طلعت عليه الشمس، اللي هو خير من وطأ الثرى، يخرج من بيته من الجوع. سبحان الله العظيم. الصحابة يقول لك: كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحفر الخندق في غزوة الأحزاب، كنا نراه وهو يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. يقول السيدة عائشة: كان يمر الهلال والهلال والهلال، يعني ثلاث شهور، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. تخيل أنت ثلاث شهور ما فيش بيضة بتتعمل ولا في لحمة بتطبخ ولا في دجاجة ولا في أي شيء. تقول السيدة عائشة: كان طعامه الأسودان، التمر والماء. فلما خرج سيدنا عمر وخرج سيدنا أبو بكر قال: خلاص نروح للأنصاري هذا الرجل الكريم. قال فطبعا طرق الباب، فتح الرجل وفرح وقال: رسول الله وصاحبي. فرح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب ولا تذبح الشاة العشر أو ذات اللبن. فالرجل جاب لهم شوية تمر وشوية ماء لحد ما طبعا الطبيخ يستير ومش عارف ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر وعمر قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فطبعا سأل سيدنا أبو بكر: يا رسول الله أي نعيم يعني هذا؟ احنا خرجنا من الجوع. فعدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النعم. نعمة الإسلام لا يضاهيها أبدا نعمة. أبدا. أنت جوعت النهاردة، أكلت بكرة شبعت، ما حسيتش بجوع الأمس. لكن تخيل واحد امتلك الدنيا وامتلك كل شيء، ما يجي يستطيع زيك يجي المسجد ويسجد لله سبحانه وتعالى، شغلته أمواله وشغلته دنيته، ده أنت أغنى منه، لأنك أنت عمال تحصل في حسنات وأجور، وهو مسكين يضيع وقته ويضيع، ما يعرف المسجد ولا يعرف يتصدق ولا يعرف إكرام المسلمين ولا يعرف إحسان إلى الناس ولا بر إلى الناس، بس فقط يعرف نفسه. فيقول ربنا طبعا عشان ما أطولش عليكم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويسوق آية أخرى في سورة الأعراف قال: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والآية الأخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة جدا أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي شيء الإنسان بيحمله. لا
تحقرن من المعروف شيء. كلمة سبحان الله فقط. يندم الإنسان بعد الموت، قال رب ارجعوه. ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى الإنسان بعد الموت يرجع للدنيا عشان يصلي صلاة جماعة، عشان بس يسجد سجدة لله، عشان يقول كلمة سبحان الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلمة سبحان الله تزرع شجرة في الجنة يجري فيها الفرس 500 عام. بس هذه الكلمة، شوف احنا كم بنضيع في كلمات، بنضيع في اوقات، بنضيع. ها الانسان عنده رصيد، رصيد العمر، يستطيع في هذا الرصيد يزرع ويجعل حسنات. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا مزرعته الاخره. يعني انت عندك حته ارض واحد، وجارك عنده حته ارض، تمام؟ جارك هذا ما شاء الله يقوم الصبح الساعه 6 وينظف الارض ويفلحها وتكبر وترعرع، وانت جالس كده تحط ايدك على خدك وعم تتفرج على الارض وتبص لجارك تقول اعطاك. طب ما تزرع انت كمان، ما هو انت اعطاك ارض وهذا اعطاه ارض، انت اعطاك ربنا سبحانه وتعالى عمر وصحه وعافيه وعقل، وهكذا هو. فلماذا هو اجتهد وانت ما اجتهدت؟ هذا هو. ثم لا تسالون. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث الصحيح يقول لك لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال. وقال ربنا وقفوهم انهم مسؤولون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى يسال عن اربع، عن عمره، كل عمره، عمر الانسان كل، كيف كان عمره، كيف عشت، عن عمره فيما افناه، كيف افنيت يومك هذا، كيف كان هذا اليوم، وعن جسده فيما ابلاه. حتى الجسد، واحد يقول لك هذا جسدي ملكي، لا والله ما ملكك. شوف الحديث الذي رواه البخاري في صحيح مسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم يتحساه فهو يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل قتل نفسه منه فهو يتردى منه في نار جهنم. حتى الإنسان، حتى الصحة، لذلك المنتحر يقول لك هذا ده انتحر، ده في النار. ليش؟ لأنه ما يملك أن يقتل نفسه. وعن علمه، حتى العلم، ايش عملت بعلمك؟ هل نفعت الامه؟ هل نفعت الناس؟ اغناك الله واغدق عليك، هل انفقت على الناس؟ هل علمت بهذا العلم ام ماذا؟ وعن ماله، من اين اكتسبه؟ من وين هذا الدولار؟ كيف جبته؟ جبته من حلال، تعبت عليه، كبرت، عملت بزنس وتاجرت، طيب كيف انفقته؟ قال من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ لأن المال هو مش مالك أنت كمان، خلي بالك. قال الله وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، هو بس في إيدك. وأحيانا يكون فتنة واختبار لك، قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.